السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نضيف مبنى لقلب الاوتوديسك انفرا ووركس. هروح لكرييت وهاجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل بيلدينج. تمام، هنا انا برسم نموذج كده لمبنى اهوت بيلدينج. بيبدأ بقى يقول لي حدد الحدود، وده الستايل او الشكل بتاع المبنى. في اشكال كتير جدا، ممكن نختار مثلا شكل زي دوت. تمام اهو اهوت. تقدر تكتب الرقم، يعني هو مديك ان انت مثلا تكتب 50 60 زي ما انت عايز، ودبل كليك هيبدأ يعمل لي المبنى. طيب المبنى دوت تقدر ان انت تعمل عليه سيلكت، وتقدر ان انت تحدد الخصائص بتاعته زي ما انت عايز اهو. ممكن تزود ارتفاع المباني اهوت، تقدر تعمل له روتيت من العلامات ديت. تقدر تختار ستايل مختلف، تقدر تحدد الارتفاع بتاع الروف هاي زي ما انت عايز. فكده احنا اضفنا شكل كده للمبنى، وفي اي لحظة ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اغير ستايل، تروح مغيرك الشكل بتاع المبنى. ولو انت عايز تغير الشكل بتاعه تقدر بكل سهولة تغير شكل المبنى زي ما تشوف. طبعا لو انت عندك مبنى معمول على اي برنامج تاني، فنقدر ان احنا نضيفه من قائمة مانيش. هتلاقي هنا اول حاجة ممكن تلاقي داتا سورس، فتقدر ان انت تقول له اد، فبيديك فرصة ان انت تضيف 3D موديل او CTGML او PDF او SHB او CTGML او FC. في امتدادات كتير جدا تقدر ان انت تضيفها 2D و 3D. او ممكن تيجي هنا وتقول له ستايل باليت، وتقدر تضيف فاميلي. خلينا مثلا نقول له 3D موديل، ده مبنى احنا كنا ضفناه قبل كده. تقدر تدوس على علامة الزائد وتيجي هنا تختار المبنى اللي انت عايزه. بيبقى هو امتدادات كتير جدا، فتقدر ان انت تضيف المبنى بس تديله بس ايه المعلومات الخاصة بيه. يعني مثلا اخترت مثلا المبنى دوت او اوبجكت او اي اف سي اي حاجة فيهم، هتقول له بس ايه الخصائص اللي انت عايزها، ويبدأ ان هو يحمله لك، وتقدر ان انت دراج اند دروب وتسحبه وتضيفه عندك للمشروع. ظهر معايا اهوت المبنى ده، تقدر ان انت تسحبه وتحطه في اي مكان زي ما انت عايز. تقدر ان هو يحمل لك بقى الفاميلي اهوت. تمام، محتاجين بس نظبط نعمل له روتيت بس. تمام،